أمس صار شيء غريب بالكويت، يعني الأحداث اللي صارت تصلح حق يعني شو أقول لك، يعني فيلم مأساوي اللي بيشوفه، يعني كل الصدمة اللي صارت حق المجتمع خسرنا فيها واحد من إخواننا من رجال الداخلية الله يرحمه، تعرض للطعن، شهيد إن شاء الله، يا رب شهيد واجب. رجل الأمن كان يقوم بواجبه وما له أي علاقة، وقام شخص يعني معتوه دم بارد يقوم يعتدي عليه من غير أي شيء، من غير أي سبب، من غير أي مقدمات، ولا ندري شو السالفة. يعني إحنا عارفين شنو الحل، شو الحلول اللي قدام، شنو لازم نسوي، شو اللي لازم يصير، شو اللي أدى حق هالمشاكل تطلع بهالطريقة. أنت خالد لو تجي تتكلم أول شيء في أمور اجتماعية وفي أمور أمنية، ما يخص الأمور الأمنية هذا إحنا نذكر حق وزارة الداخلية في اتخاذ أي إجراء يحمي أفراد الداخلية من هذا الموقع. إنزين، أنا فرد بالداخلية، يعني واحد هددني، يعني واحد بسكين، يعني واحد بساطور، يعني واحد بمسدس، أنت تعطيني الإذن أنا أتصرف فيه ولا لا، ولا بتحاسبني باكر؟ عارف شلون؟ هذا الأمر يحتاج لقانون ويحتاج لأوامر من وزارة الداخلية بأمر معين، وهم يعرفونه ويقدرون يتصرفون فيه قانونيا، بحيث أن أفراد الداخلية يقدرون يتصرفون في هذه الأمور بدال ما هو يوقف إنزين وما هو عارف شنو يقدر يسوي. يعني أنا أنت تقول له روح واجه فلان، هذا يعني خليك من المباحث ومن الدولة، أنا أتكلم عن الداخلية، واجهه واحد المرور. تذكر خالد، تذكر اللي جاي داش عرض سد ضد السير وقاعد يحقق لأنه تاجر مخدرات. طيب الداخلية لما تتعامل مع تاجر مخدرات وهو ما عنده مسدسات ورشاشات بيحمي نفسه، يبي يضربهم كلهم. طيب هم شلون يحمون نفسهم كجهاز أمني من هذا الظرف؟ شلون يحمي نفسه؟ اللي تشوفهم بالشارع كل واحد شايل ساطور وطاق يكفخ له واحد من يطريج، اي الشرطي اي الضابط من الداخلية يبي يتدخل بيطقه، زي شلون يحمي نفسه؟ عرفت؟ اذا حمى نفسه خذوه تحقيق وزارة، شلون تمد يدك على المواطن ولا المقيم ولا انزين. طيب يا جماعه انا شلون احمي نفسي؟ شلون اذا انذبح انا يعني اوكي انقتل الراي الله يرحمه شهيد ان شاء الله، ولكن احنا ما يصير، احنا عندنا في دوله الكويت عندنا شيء خالد، لما يصير عندنا حادثه وهذا شيء مؤسف، لما يصير عندنا حادث مثل هذا الشيء يهتز المجتمع لمده يوم، ما شاء الله كل الناس تتكلم وكل من شد حيله زين، بعد يوم تنسون السالفه خلاص انتهت. ما يصير، هذه يبي لها متابعه، يبي لها ناس تتابعها. يعني عيالنا بالداخليه، اخواننا بالداخليه، عيالنا بالشوارع، هذا الحدث اللي صار أمس ممكن يصير حق أي واحد في دولة الكويت أو أي وحدة. احنا عايزنا واحنا نقول بس وقفوهم وقفوهم. الحلال لما يجيك يقول لك والله التربية يا عم عود، خلاص احنا وصلنا لمرحلة يا خالد ان التربية ما تقدر تقول، ما تقدر تحجها، لازم قانون، قانون تحطه بحيث انه يمشي، وماكو شيء اسمه واسطة. ها ما كنا ألو فلان هذا ولدنا، اخلص ولدنا يمديده على شرطي يطبق عليه، يتطبق عليه، ولا أنا مستعد أخسر نفسي ولا ولدي ولا أهلي علشان واحد مثل هذا بالشارع قاعد يتنقل على كيفه وما حد يقدر يرده. القهر الثاني اللي فيك يا خالد، شنو هالأوادم اللي قاعدة تصور وما تدخل، ما تحرك، ما تدخل، زين أنتوا تصورونه رجال قاعد ينقتل قدامكم، ما في عندكم روح إنسانية داخلكم ولا روح تقول يا معود ادعمهم اثنيناتهم، ادعم طق الرصيف وادعم، راح توخره، هذا بينقتل بيموت، عرف شلون؟ وانتم خلينا لا ونصور، واللي داخل المحلات قاعد يصورون، واللي من هناك يصورون، زين هذا شنو؟ وين وصلنا الى مرحله اللي ما في غاريه ولا في اهتمام، الخدمات الاخباريه ياخذون لك الخبر ويقولون يحطونه، هذا لو ولدك انت الخدمات الاخباريه تحطه، ولا اخوك ولا ابوك ولا عمك ولا واحد من اهلك تحطونه، عايزنا احنا نقول هالشيء بس ما يلتزمون. صح. وزاره الاعلام، انا اتمنى وزاره الاعلام تتصرف مع هذه الامور، لان عندكم التراخيص موجوده هنا، وهذا الكلام حق وزير الاعلام، احنا من وسط برنامج لا الكويت نوجه هذا النداء حق وزير الاعلام اللي هو رئيس هذا الجهاز، شيء مثل هذا التراخيص تسحب خلاص. انت بتقول لي خبر، هل هذا خبر؟ أنا قاعد أشوف خبر خالد، أنا قاعد أشوف جريمة قتل، هذا المفروض ما يطلع جريمة قتل، شلون أنت تخلي الريال يصور جريمة قتل ويدزها؟ إنزين شيء يخرع يعني خالد، عرف شلون؟